ده الأطفال اللي تعرضت لظروف عادية، لكن أعتقد البناء النفسي للأطفال اللي عايشين في فلسطين يعني وضعهم قد يكون مختلف. احنا حتى لو بنتكلم على انهم أطفال طبيعيين، ولكن من كتر ومن هول ما بيشوفوه طول الوقت أعتقد ان بنائهم النفسي ممكن يكون مختلف. أكيد، عشان إحنا قدام أطفال صغيرين، المخ هو اللي بيعالج المواضيع دي. يعني في حاجة اسمها برضو الأطفال اسمها نقص السيرتونين. نقص السيرتونين دي هو عنده حاجة اسمها اضطراب اكتئابي. اضطراب مش اكتئاب بس، اضطراب اكتئابي هو حالته المزاجية دايما متقلبة، دايما مكتئب، دايما خايف من المستقبل، بيبدأ يجيله هلاوس وأفكار وهمية غير حقيقية. يبدأ اللي هو اتعرض الشخص اللي هو عزيز عليه والمكان أو الحدث اللي حصل له، فبيجيله أعراض انسحاب. فأعراض الانسحاب هو مش عايز يعيش، عشان كونفرزون أو منطقة أمانه مبقتش موجودة، فبقى فاقد الهوية، بقى فاقد الشغف في الحياة. ولا العكس، ولا ممكن يكون أشد صلابة، ممكن يكون أشد قوة، ممكن يكون بقى أجمد قادر. طيب، ده الصدمة دايما بتيجي بعد كده، بتحصل أحداث سلبية، ده الطبيعي، أو آثار سلبية. أنت بقى إزاي تتعاملي معاه؟ يعني أقول لك حاجة، حاجة اسمها CSR. CSR دي في الحرب العالمية التانية قالوا له حاجة اسمها كرب القتال أو كرب القذيفة. ده بيحصل للجنود أثناء الحروب، ده بيعدي مرور الكرام. ليه؟ عشان خاطر المحاضرات النفسية، يلا تأهيل تقدر النفسي دي. طبعا التأهيل النفسي، أو اللي هو كسر الروتين، ان انا اديله شويه استرخاء واديله دافع على الحياه ونحب الوطن، زي حرب اكتوبر، فكره خط بالريف. طيب، ازاي احنا خدنا ده مهندسين؟ بس في النهايه احنا بشر. طبعا. ويمكن اللي بيحصل ده، لو احنا هنتحدث على اللي احنا شفناه مثلا الفيديو، ان زي ما قالت منا، عيل صغير بيلقن شهاده لعيل خلاص بيتلفظ الانفاس الاخيره ليه، اعتقد ده واقع وبيبقى مرير. ولو عاوزين نتكلم على صور أكثر بشاعة عندنا وفي ومراسلنا في قطاع غزة رصدين لنا مئات من ده ومئات من الأكفان للشهداء الصغار الأطفال. في الحقيقة احنا ما بنزعش ده احتراما لميثاق الشرف الإعلامي وانعكاس ده مش بس على الأطفال في غزة، لكن على أطفالنا في مصر وفي دول المنطقة العربية ككل. إيه واقع ده وانعكاسه على الشخصية وتكوين الأطفال والشباب والكبار أيضا، لأن إحنا كمان بنتألم لما بنشوف المشاهد دي. طيب، إحنا دايما بنقول التنشئة فيها أب وأم وفيها بيئة. فأنت لو بتكلم إن أنت نشأت، لقيت في سن صغير اللي هي سن التنشئة، لقيت دم ولقيت حرب، فأنت مضطر تعرض لصدمة، ده شيء طبيعي جدا. فلو تعرضت لصدمة وما عملش معاك فكرة التأهيل النفسي، سواء كان سلوك معرفي أو حد قعد يتكلم معاك، أو لقيت إن الدولة يلا عشان تقدر تعمل ده، فأنت وارد جدا. دكتور نور، كل بيتابع،